أهلا وسهلا، معكم مشعل الحكير، نائب الرئيس التنفيذي مدير القطاع الترفيهي في مجموعة الحكير. مجموعة الحكير طبعا هي شركة public listed company في السوق السعودي. احنا الحمد لله نتواجد في خمس دول عربية ولله الحمد، وإن شاء الله التوسع قادم أكثر إلى البلدان الأخرى. طبعاً إحنا متواجدين بشكل رئيسي في السعودية، في الإمارات ومصر والأردن. إحنا عندنا ولله الحمد الشركة تملك وتدير أكثر من براند في الانترتينمنت، علامة تجارية من أشهرها سباركيز، وأيضاً سنوي اللي هو موجه للأعمار من سنتين إلى ست سنوات. عندنا توسع بإذن الله قادم في أكثر من بلد عربي وفي أفريقيا وفي أيضاً آسيا، وإن شاء الله يكون الإضافات الجديدة بتكون ترى الرؤية بإذن الله في 2017 و2018. وأخيرا وليس آخرا، كان في البراند الجديد للمجموعة وهو الحكير تايم، طبعا اللي هو نتشرف صراحة بإطلاقه في خلال شهر من الآن، بيكون إطلاق المجمع الترفيهي المكتمل من جميع جهات. أخيراً شكراً لقناة حواس لتغطيتها المميزة لمعرض الديل شو الخاص بالقطاع الترفيهي.